نور، قمت بزيارة أحمد الطاهر اللي هنا في المستشفى باسمك وباسم الترجي أكيد، وهو قام لابس الحمد لله عليه لابس. الصور اللي اليوم تنقلتها وسائل التواصل الاجتماعي كانت شوكونت، كانت معناها الحقيقة تفجع. جينا نطلع عليه الحمد لله لاباس، البيض عمل العملية الحمد لله، معناها كل لك بالنجاح، مورالو باهية، والمحل عينيه يخمم على جمعيته وش عملت. الله غالب، حبينا اليوم كان كنا نجيبوا له كوب دافريك، ولكن هذيك كرة القدم إن شاء الله كما قلت له أنا إن شاء الله تبرى، والعام الجاي نعاود نتقابلوا في أمريكا ونقابلوا في المواعيد القادمة خيرها في غيرها إن شاء الله. جمعية تفرحوا، ليسونسيال لو بلوز امبورتون هو لاباس، صحته لاباس، عائلته وأمه معناها على الأقل طمنوا عليه. ولد من أولادنا واجبنا نجيو نطلعوا عليه، واجبنا نقوموا بالواجب، وإحنا في متابعة لحالته من اللي اليوم صارت الحادثة للي وصل للكلينيك هنا. قمنا بالواجب مع السفارة إن شاء الله، معناها كل شيء قمنا بالواجب، نقعدوا نتابعوا الحالة نتاعو. كان سمحوا للطب يروح معنا غدوة مع الوفد الرسمي، معناها في الطائرة نتاعنا الخاصة. كان ما سمحش السفارة باش معناها تشوف له كيفاش يتم معناها تتم العودة نتاعو لتونس. على كل، ربي يشفيه وربي بعد عن البلاد، وإن شاء الله في صحة جيدة، والله غالب هذاك شفت برب. سيد محمد بن يوسف سعادة السفير تونس هنا في القاهرة في زيارة لأحمد الطاهر بدرة طيبة، وكنت موجود أنت العشية كذلك. أهلا وسهلا، مرحبا بك. فعلا يعني تخضينا الناس كل كي سمعنا به شاب تونسي يعني صار له حادث هذا، وخاصة الصور اللي طلعت يعني كانت شوية هكا يعني شوكانت شوية بالنسبة لي. نحنا جينا مباشرة قبل ما يعمل العملية، شفناه طمنا عليه وتورجعنا، وسيرياد هو كان مصر هو وكل مسؤولين تاع الترجي الرياضي التونسي أنه يجيوا، هذا ولدهم في النهاية، جاوا يزوروا فيه ويطمنوا عليه. عمل العملية لباس الحمد لله، العملية يعني في الأخر صحية، يعني أقل من اللي كنا نتصوره الحمد لله. يعني لباس رجعته توا، كانوا الإسوان الأولانيين اللي تعملوا كانوا زوز طب توانسة، سي عبد الله طبيب أنستيزيست في الدوحة في قطر، ومحمد بن حميد طبيب يعيش في ألمانيا، كانوا هم اللي أعطوا يعطيهم الصحة، وضيعوا الساكر بتاعهم وما دخلوش وقعدوا لهين بيه وأعطوا لي برومي سوا. وذوكم كانوا الحقيقة حاسمين باش أنه العملية كانت ناجحة ورجع سقيه والحمد لله. توا إن شاء الله من هنا الغدوة إن شاء الله باش نتابعه، ربما كان خلطنا يروح مع الطائرة بتاع فريق الترجي الرياضي التونسي، لكن إذا الترخيص الطبي صعيب ما نقدرش غدوة يولي ونروحوا بيها احنا السفارة على عاتقنا، وإن شاء الله ربي يحفظه ويحفظ كل الشباب التونسي إن شاء الله.